ماشي. فالمهم من ضمن الحاجات بقى اللي بدأت تتحط يعني كتايتلز للحاجات اللي انا بعملها كان في فوتو مانيبيليشن, وبعدين كان في فوتو مونتاج, وبعد كان فوتو كولاج, بعد كده دبل اكسبوجر, ميكست ميديا, فوتو كومبوزيت. كل دي حاجات كانت بتتقال من ناس مختلفه انه ايه ده انت شغلك, انت ده فوتو مانيبيليشن صح, وانا مش عارفه قوي يعني هو انا بعمله لمجرد ان انا بعمله ومش شرط اكون عارفه احط له تايتل. وبعد كده موضوع التايتلز دي شغلت فتره كبيره من تفكيري, وهي انه ليه لازم نحط له اسم, يعني ليه لازم الشيء اللي انا بعمله يكون محطوط تحت حاجه معينه. ولقيت انه يوجوالي يعني ده بيتقال لاسباب بوليتيكال بحته, وهي ان انا اعرف افهم الشيء اللي انا بتعامل معاه ايه, يعني هو انت ابيض ولا اسود ولا احمر علشان اعرف افهم احطك في انهي قالب. وبالتالي الشغل اللي انا كنت بعمله اللي انا ما كنت يمكن مش عارفه قوي انا نفسي اصنفه, بدات اواجه كده شويه ستراجلز نفسيه, هو انا بعمل ايه او اللي انا بعمله ده اسمه ايه, طب هو هسعره بكام, طب هو ده يعتبر ارت ولا يعتبر فوتوغرافي, ونخش بقى في الحته بتاعه اصل هو سعره لو فوتوغرافي حاجه وسعره لو ارت حاجه, طب انهي جاليري اللي هتاخده وانهي جاليري اللي مش هتقبله. فالقصه دي اخذت فتره طويله قوي. وبعدين الكونكلوجن اللي انا حاليا وصلت لها هي انه يمكن مش مهم قوي هو اسمه ايه او هو بيتحط تحت انهي تايتل, على قد ما هو مهم ان هو يكون حقيقي. لانه في فتره في الاول خالص لما بدات اصور, كنت لما بدات اتمرن على نفسي كنت بصور سيلف بورتريتس وما كنتش عارفه ان اسمها سيلف بورتريتس, ويمكن لما عرفت ان هي سيلف بورتريتس بدات اتعامل معاها بشكل مختلف غير في الاول. في الاول يمكن كنت بعملها لان انا حاساها مقتنع بيها, حاسه اني عايزه اعمل ده دلوقتي, بس لما لقيت الناس بتقول لي ده اسمه سيلف بورتريت فبدات اقرا, فلقيت ان العمليه كبيره, فبدات اشكك في ان اللي انا بعمله ده ممكن يكون لا يصلح كفايه او يصلح كفايه. فحسيت انه فكره التايتلينج بتاع الحاجه بيحط قيود عليا في فكره انه طب انا كده بقى لازم اعمله بالطريقه دي عشان يفت انتو هذا التايتل. فقررت انه طب انا هاخد ستيب لورا خالص, مش مهم اسمه ايه, لان انا يمكن ابقى مش صادقه كفايه لو عرفت اللي انا بعمله ده اسمه ايه, وخليني اجو ثرو الجيرني بشكل كده تلقائي واشوف هي هتطلع ايه. فاول حاجات بدات اعملها في الحته دي شويه كان بروجكت سميته توكون توكو, ده ظهر وسط لونج تيرم بروجكت هتكلم عنه في الاخر خالص, وهو ان انا كنت بصور صور كتير قوي, بدوكيمنت كتير قوي قوي, وكان معايا مخزون مرعب من الصور اللي مش عارفه اعمل بيها حاجه خالص لغايه ما اخلص البروجكت ده. فلقيت ان انا ممكن يكون معايا الاف من الصور لحاجات غير مستخدمه تماما وعمرها ما هتطلع للنور غير في شكل معين. فقررت اني هبتدي اخد الصور دي هعمل بيها حاجه تانيه خالص, بالرغم ان هي نفس الصور استخدمتها في بروجكت ثانيه, بس يمكن لو عملتها بطريقه مختلفه ما تبقاش شبه او تبقى استغلال لحاجه ماتيريال كانت عندي وما كنتش بعمل بيها حاجه. فالصور دي كانت في الاصل صور انا مصوراها المباني وعلشان يتعمل بيها تركيبات معينه, وبعدين بدات اخد منها كروبس معينه, قلت طب ما اجرب الونها, طب ما اجرب اقصها, طب ما اجرب اشيل السماء واحط لون. فبدا يطلع كومبوزيشنز زي كده, وعملت بيهم في الاول كده 16 بيكتشر, وكنت بثبت يوجوالي علشان اعرف اشتغل بسيكونس, اقوم مثبته مثلا هعمل السما خضراء اربعه, هعمل السما زرقاء اربعه وهكذا. وبعدين طلعت بمشروع لقيته لذيذ جدا وحلو, بس انا مش عارفه قوي يعني هو اسمه ايه, يعني هو صوره بيزد على صوره, بس الصوره دي بعد كده اتقصت وتلونت وتحولت الى شيء اخر. وبعدين عجبتني اللعبه فقررت ان انا طب طالما معايا مخزون كبير قوي كده اهو, ما اجرب اعمل فورماتس مختلفه, ما اجرب اخد اليمنتس مختلفه, ما اجرب اخد كروبس مختلفه, او حتى الدايمنشنز بتاعت الصور ممكن تبقى مختلفه. وبدات اعمل الكروبس اللي هي الفيرتيكال. وبعدين قررت ان انا اخد الموضوع لحته ابعد, وهي ان انا قررت ان انا اعمله سيلك سكرين برينتنج. سيلك سكرين برينتنج ده شيء انا ما كنتش اعرفه خالص, وتعرفت عليه يمكن لما دخلت عالم الديزاين, بس طول ما انا كنت في عالم الفوتوغرافي كنت لا افقه عنه اي شيء. وسيلك سكرين برينتنج ده ببساطه هو انه طباعه مانيوال بالوان معينه. فانا كانت دي صور مصوراها في المهندسين وسط البلد وحاجات كده اهو, بدات اخد منها كروبس وبدات اشتغل عليها, غيرتها خالص خليتها مور جرافيك, مش فكره ابيض واسود, لا هي
تحولت الى لونين، بكاشلت الابيض وحطيت لون وبعد كده حطيت لون كمان، وبدا يطلع كومبوزيشنز يعني غير متوقعه خالص بالنسبه لي عن الصور اللي انا كنت مصورها في الاول. وبعدين طول عمري انا كنت بشتغل بفورمات صغيره، يعني 50x50 40x60، فقلت طب طالما بقى احنا بنغير كل حاجه، طب ما اغير الدايمنشنز خالص. وعملت الصور دي تقريبا متر ونص في مترين، كانت حاجه عملاقه كده اهو، وكان في ستراجل فظيعه في انه ازاي هعرف اعمل سيلك سكرين برينتنج بهذا السكيل، لانه ببساطه انا بعمل فريم خشب والفريم ده بيكون مشدود عليه حريره، وببتدي احط الوان، وفي انسان بيبتدي يقعد بقى المسافه دي كلها يقعد يدهن بنفسه. فقلت طبعا عشان نسهل الموضوع ماديا واقتصاديا وبدنيا وكل حاجه، هبتدي ارسم انا الحاجات. فبدات اطبعها واشفها بالقلم الرصاص، وبدات ان انا الون اكشلي، يعني مثلا هنا اهو الاصفر والازرق انا ملونيهم بنفسي بفرشه، والحاجه الوحيده اللي كانت السلك سكرين بتنزل هي اللاير السوداء، هي دي اللي فيها بقى الجرافيك ديتيلز السوداء. فبدات اعمل الموضوع ده، فتحول الموضوع الى شيء اخر خالص، يعني هو بدا بصوره تحول الى يعني ارت ورك بقى مرسوم اكشلي بالايد، وكل نسخه بتطلع مختلفه عن الثانيه، لانه مش شرط المره دي وانا بشف تطلع زي المره اللي بعدها. فبدات الاقي انه ده احنا اتحطينا في حته تانية خالص، بس برضه لسه في، انا مش عايزه ان انا اسميه يعني كده، مش يعني مش عايزه اخليه يتخلى عن ان هو فوتوغراف في الاصل، لانه في الاول في الاخر انا مصوره وكل اللي بعمله هو تصوير، فمش عايزه ان انا اخده لحته ان ده بقى ارت ورك. فدايما كنت ببقى عايزه اقول انه ده سيلك سكرين برينت بس هي فوتوغرافي بيزد. وهتلاقي الجاليريز بقى تقول لك طب ما فاكس بقى فوتوغرافي بيزد ونحطها بقى كده ميكست ميديا ولا مش عارف ايه ونبيعها ب 20,000، فليه لا؟ بس يعني هي كانت الحته دي دايما انه في الاخر الفوتوغرافي في السوق المصري ليه سقف في فكره التسعير، ودي حاجه بدات تتغير نسبيا في الفتره اللي فاتت لما الفوتوغرافي حلق مع التعويم، ما بقاش الناس معاها فلوس تشتري ارت زي الاول، فبدات تقتني فوتوغرافي اكتر، وبداوا المصورين يشاركوا في معارض اكتر، فبدات الناس تلتفت للصوره بشكل مختلف. فبدات انا بقى الاقي فرصتي في ان يلا نلعب خالص، طب ما خليها بقى ولا هي فوتوغرافي ولا هي كده، هي حاجه في النص، واسعارها زي ما انا عايزه. ما انا الموضوع بدأ ياخد سكيلز يعني كتير جدا. فدي كانت مجموعة اللي عملتها، والشابلونات لسه محتفظة بيها، واللذيذ ان انا ممكن اعيد الحاجات دي بعدد الكوبيز اللي انا عاملاها كل مرة بلون مختلف، يعني مش شرط خالص لما اعمل دي المرة الجاية تبقى نفس الالوان، ما هو في الاخر البوية موجودة والفرشة موجودة والشابلونة موجودة، ففي مجال دايما كمان للتغيير، يعني مش فكرة ان انا عملتها كده هتفضل طول كده، لا تبقى كده المرة دي مرة تانية كده. فكنت حاسة ان انا عاجبني قوي ان انا اكون عمالة بلعب كده اهو من غير ما اكون حشرة نفسي في حتة انه لا مش هينفع عشان هي اسمها كذا. فقلت بقى طز في الاسامي كلها يلا نلعب. وبعدين بدأت بقى بسبب المخزون الكبير من الصور اللي عندي اللي انا مش عارفه اعمل بيه ايه، قلت طب ما من هنا بقى لغايه ما البروجكت اللي انا شغاله عليه ده يخلص كمان بقى 4-5 سنين، ما ابتدي استغل المخزون ده. فلما انا درست، انا كنت بدرس عماره، لما درست عماره كنت طول عمري معجبه بفكره انه حد يدينا مشروع ويقول لنا مثلا في ستايل معين هنعمل بيه وبتاع، وانا كنت دايما ببقى عايزه اروح ناحيه الجزء بتاع العشوائيات، طب ما نطور، طب ما نعمل، طب ما اعملها بروتل، طب ما مش عارف ايه. وبغض النظر ما كنتش عارفه يعني ايه اصلا بروتل ولا بروتليزم ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس انا كنت بحس ان الحاجات دي شكلها حلو، وبحسها شكلها حلو بطبيعه ان انا بصور من زمان في الشارع، وبالتالي عيني متعوده على اللي احنا بنشوفه هنا، وبالتالي بدات اغرم بتفاصيل معينه في البيوت اللي في العشوائيات. ف سافرت انجلترا وكنت زهقانه جدا، ما كنتش بعمل حاجه، فكنت اللي هو مش معقوله سافرت انجلترا ومش هصور يعني. فبدات اخد الكاميرا واصور لاندسكيب، صور انا عارفه اني عمري في حياتي ما هستخدمها، لان انا لا انا لاندسكيب فوتوغرافر ولا يعني ولا هنزلها عندي على انستجرام ولا على ولا هعمل بيها معرض ولا اي حاجه، هتفضل صور محطوطه كده اهو لمجرد ان انا افتكرها واعرف ان انا سافرت الحته دي. وبعدين قلت طب ليه لا ما نبتدي نعمل كده ميكس، لان انا عندي كان اعتقاد شخصي هو انه العشوائيات يمكن مشكلتها الأساسية في مصر بالنسبة لنا
ان هي اللي حواليها هو اللي ممكن يكون مش حلو. اللي حواليها ده ممكن يكون زبالة، ممكن يكون تلوث، ممكن يكون زحمة، ممكن يكون عادم. الحاجات دي كلها هي اللي بتخلي الناس لما تعدي من قدامها تقول افي يا اخي يوه، يا رب يهدوها، يا رب يدهنوها، يا رب مش عارف ايه، تتهد. الحمد لله تهدت ونعمل فرح. فقلت طب ما اجرب العب لعبه كده اهو، ان انا ابتدي اشوف بيوت ممكن تكون عجباني واقصها من الكونتكست بتاعها خالص. احنا هنشيلها من الحته دي، هنشيلها بقى من كل الزحمه اللي حواليها واحطها في انجلترا واشوف رد فعل الناس هيبقى عامل عليها ازاي. فدي هوريكم، هما خمس صور هوريهولكم. ده البيت في عين السيره، وللاسف البيت ده اتهد عشان متحف الحضاره اللي بيتعمل. بعد ما صورته باسبوعين البيت اتهد، فيعني صورة تاريخية خلاص كده. دي في الخيالة، حتة قريبة برضو من مصر القديمة. ده مجرى العيون. ده في الفسطاط. ودي عند مقابر بتاعت باب الوداع. الصور بقى كانت عبارة عن انه شايفين الصورة اللي فوق دي، دي في انجلترا ليك جميلة جدا في كامبريدج رائعة، والبيت اللي تحت ده على ليك برضو اللي هي ليك عين السيرة يعني. فقلت طب ما يبقى لذيذ قوي لو قصيت البيت ده، وبدل ما هو على بحيره عين السيره نحطه على بحيره كامبريدج الجميله. ولما عملت كده بقى كان اللذيذ هو ردود فعل الناس في المعرض. المعرض ده كانت عمل في الزمالك، وبالتالي جمهور الزمالك اللي جه كان جمهور يعني غالبا ثلاث ارباعه هو اللي لما بيعدي من قدام العشوائيات بيقول لك اخي ويا يا رب تتهد. فبدات الاحظ حاجات، ايه ده الله، هو ده فين؟ حلو جميل قوي، ده فين ده؟ ده برازيل؟ ده في مصر؟ لا بس الشجرة دي مش في مصر. فبدأت أنا ساكتة خالص بقى وسايبة الناس تتخيل. في ناس صدقت إن الحاجات دي فعلا كده هو، وأعجبت بيها قوي. والصدمة بقى اللي هو على فكرة ده أنتي شتمتيه قبل كده يعني، بس عاجبك دلوقتي. وبعدين الصورة دي كانت في نيس في فرنسا. ده كان برضو شيء كده مرعب، محرقة بتاعت الحرب العالمية الثانية. مبنى كده غريب، انا ما اعرفش ازاي دخلت وطلعت سليمه يعني، بس هو كان مبنى في الهاي واي بتاع نيس. ما كانش فيه مخلوق غيري انا وهذه الرمادات والجثث. وهو من تحت هو محطوط على جبل عالي جدا، خضره رائعه رائعه، وهو المبنى في النص كده هو. فقلت طب ليه بقى ما نشيلش المبنى المقدس جدا ده ونحط بيت انا شايفه من وجهه نظري ان هو احلى يعني، وهو اتليست في حاجه في حاجه. فبدات ازود شويه elements يعني. لو هتاخدوا بالكم انه البيت اللي تحت زودت له كام اريال، واحده بتنشر غسيل، شويه حاجات يعني، شويه لعب كده بس عشان ندي شويه فليفر. بس هي من البيت اللي جنبه، هي مش من حته بعيده. دي نفس الليك بتاعت كامبريدج، وده البيت ده بتاع سور مجرى العيون. ده من اكتر البيوت اللي انا بحبها ودايما بعدي من قدامها وبحس يعني بيت حلو جدا. فجربت ان انا اقوم حاطاه مكان القصر اللي موجود ده. نفس الكلام ده في نيس، ده كان في الطريق وانا رايحه المحرقه دي. وده عند باب الوداع. باب الوداع دي مقابر جنب باب الوزير كده هو، برده يعني تمتاز بالرعب. حطيتها برده في كامبريدج، وكان البروجكت سميته انكلونبل، لان انا كنت الحاجه اللي دايما بفضل اقولها هي انه الشخص اللي قرر يبني بيته في العشوائيات هو ما بنهوش بستاندردز معماريه، وما بنهوش بستاندردز ستايلايزد اللي هو الموضه كذا فانا هعمله كذا. هو شخص لقى شويه موارد معاه، هي المتاحه، هي السهله، هي اللي في ايديه، وقرر ان هو يبني بيه حاجه. فهي بالنسبه لي هي شيء انساني بحت، وهو شيء اورجانيك، وبيعبر جدا عن قد ايه الشخص اللي بنى البيت ده عمر ما حد هيعرف يبني بيت تاني زي ده. على عكس الكومباوندز اللي هو بيوري لك 3 مودلز A و B و C ويقول لك انت هتسكن في ده او في ده او في ده، وانت شوف بقى انت معاك كام عشان تسكن في انهي واحد. وتلاقي تخش الكومباوند تلاقي كل بيوت نفس الحاجه. طب مين اللي بيقول انا جوه يعني؟ ما انتوا كلكم زي بعض. انا دلوقتي لو داخله وسكنت في كومباوند وممكن اتلخبط في يوم اقول ايه ده، هو ده الشارع بتاع بيتنا ولا ده؟ ده شيء بالنسبه لي مرعب، فكره ان الناس ما تبقاش عارفه تميز بيوت بعض من بره، لان هي كلها بقت عباره عن نسخ من بعض. ده بالنسبه لي شيء آلي جدا. على عكس خالص بقى العشوائيات، كل واحد هتلاقيه اللي بيدهن بلكونته ازرق او موج او فوشيا او حاطط الغسيل بتاعه هنا او حاطط. مفيش حد يقول لك لا ما ينفعش لازم تحط الغسيل بتاعك في المنور عشان الواجهه العامه، لا مفيش واجهه عامه، هو ده انا، هو ده شيء بالنسبه لي
يعني برايسلس، لانه حقيقي حقيقي جدا. والشيء الحقيقي ده لما اتحط في لاندسكيب حلو، كل الناس اللي كانت بتنتقده وعجبت بيه جدا وقالت لك اه والله ده حلو، طب ما طب ده والله لو نظفوها. لسه البروجكت ده معروض دلوقتي في الشرباجي، في واحده راحت عدت قالت يا ريت ناخد البتاع ده للحكومه يمكن ينظفوا شويه يسيبوهم زي ما هم. فطب ما هو يعني ما هو حلو اهو، بس احنا نبص له يمكن بصه مختلفه شويه. بعدين ديبث اوف فيلد بقى، ده هديكوا سنه بريف على البوستر بتاع الاكزيبيشن. البوستر بتاع الاكزيبيشن بدانا نشتغل عليه انا ومروه بقالنا من سنه، يعني من تقريبا من شهر مارس السنه اللي فاتت. فاحنا قعدنا سنه كامله بنشتغل على البوستر ده، وهي مروه لما كلمتني قالت لي بصي احنا الكونسبت بتاع السنه دي بتاع الفوتو ويك اسمه ديبث اوف فيلد، واحنا حسينا ان انت شغلك هيليق، لانه الثيم السنه دي بيتكلم عن فكره انه ازاي ما بقاش في تخصص زي الاول، وده شبه شويه فكره الانتايتلنج، انه ممكن تلاقي ستريت فوتوغرافر بيصور افراح، او دوكيومنتري فوتوغرافر بيعمل فاين ارت فوتوغرافي، او او او، وبدات الناس الحاجات تخش في بعضها بقى. الشخص الواحد مش زي زمان اللي هو انا مصور صحفي حتى الصميم ما بعملش اي حاجه تانية، واي حاجه تانية بقلل من نفسي. لا بقى في فكره التقبل، بقى في فكره ان الشخص الواحد يعمل اكتر من حاجه. فقالت لي انا بحس ان ده لايق على نوع الصور اللي انت بتعمليها، فكره ان برضو التركيب، فكره ان هي حاجه جايه من كذا حاجه. فكان في شويه ترايلز بدانا نعملها في الاول للبوستر. دي كانت صوره، الجزء اللي تحت ده في رشيد، برج رشيد في رشيد، واللي فوق ده هو التمبل اللي انا بقول لكم عليه اللي هو فيه المحارق بتاعه الحرب العالميه الثانيه. ده وسط البلد، صورت الصوره دي لما كنت في ثانيه جامعه عشان اساينمنت، وصوره ولا عمري في حياتي تخيلت ان انا ممكن استخدمها. هي الدكتوره قالت لنا محتاجين ننزل نصور مش عارف ايه في الزمالك، طلعنا ببرج صورت 360، وتفضلت عندي الصورة دي عمري ما استخدمتها في أي حاجة غير هي برزنتيشن اليتيمة دي. وأنا في نيس برضو كنت زهقانة، فكنت توب فيو وصورت، وبعد كده لقيتهم طب على فكرة دول ممكن يركبوا على بعض جدا، والألوان مش هتخلي قوي حد حاسس هو الفرق حصل في أي مرحلة، يعني هو في تداخل تام. ودي كوبري 6 أكتوبر مصوراه من على كوبري تاني، ودخلته في نفس الجنينة بتاعت نيس بتاعت كامبريدج قصدي. فدي كده بريك داون سريع للصور. هي انا اكتشفت من 3 دقائق ان مش هي دي نفس الصوره، بس هي كانوا اتعوجوا بالمركب شويه، بس هو ده كان نفس الكومبوزيشن بالظبط. دخلت الاثنين في بعض. ودي الصوره بتاعت البرج والصوره بتاعت نيس، يعني سبحان الله هما الاثنين متاخدين بالظبط من توب انجل، ففعلا ركبوا على بعض بشكل سهل جدا، او هو مش سهل يعني بس كانوا لايقين يعني. ودول برضو يعني حسيت انا طول عمري نفسي اشوف منظر الكوبري ابو حبال ده، بس مش محطوط تحتيه عربيات، يعني ليه لا ما نجرب نعمله تحتيه خضره، ما هو يمكن يبقى شكله حلو. وانا الصوره دي اكتر صوره بحبهم في الثلاثه، بالرغم ان الاثنين التانيين ممكن يكون اتباعوا ودي لا، بس بالنسبه لي انا دي لا بحسها فيها حاجه كده حالمه جدا. وبعدين بقى دخلنا في فعلا بقى في اللي تم اختيارها السنه دي، ودي كانت ضمن البروجكت الاخير اللي انا هتكلم عنه بتاع الدوكيومنتري. كنت مصوره برضو وسط البلد صور كتير جدا في المباني اللي هناك، وعارفه ان انا هستخدمها لما يجي وقتها بقى. وبعدين قعدنا نتكلم كتير، طب نحط حاجات ليها علاقه بوسط البلد، ما نحطش حاجات ليها علاقه بوسط البلد، طب نروح سنه بقى شغالين فبراحتنا، كل شهر بنقوم مغيرين الكونسبت بتاع البوستر خالص، لغايه ما استقرينا على دي. دي برده من تحت هو كامبريدج، ومن فوق هو المباني بتاعت مبنى بتاع مش فاكره مكتوب عليه حاجه كده اهو، مش فاكراها دلوقتي هتبان بعد شويه. ودي برضو مبنى من المباني اللي بحبها جدا في وسط البلد، ودي جنينه من الجناين بتاعت كامبريدج، وده مبنى سينما راديو. لما هوريكم البريك داون يعني المبنى ده عشان اعرف اجيب الانجل دي انا كنت يعني بتعذب، وهتشوفوا قد ايه الصوره الاصليه مشوهه، مش عارفه ازاي اتظبطت في الاخر. فهو ده المبنى والجنينه، طبعا بيكون في شويه شغل بقى، تعديل حاجات في اللينس، تعديل مش عارف ايه، ازود حاجه احط حاجه، يعني لازم بشتغل عليها طبعا، لانه انا اغلب الصور بقى اللي انا بصورها من العربيه. انا ما بصورش، زمان كنت بصور وانا بتمشى، بس خلاص حرمنا من بعد ما يعني ايه اتبهدلنا،
فبقيت بصور كل الصور بالعربية وبقيت أحس إن دي حاجة مفيدة جدا بقى، لأن أنا مبدئيا سريعة فهقدر أجري من أي حد هيزعق لي، ثانيا هعرف أغطي أكبر كمية من المباني اللي هقدر أعملها غير وأنا بتمشى، ثالثا حرة بقى يعني براحتي أقف بعيدة أقف قريب. فطبعا ده بقى للأسف مشكلته إن الصور بتبقى كلها بقى عاملة كده يعني فيها كوارث. فده مثلا المبنى كان محتاجة لنس ب 40,000 جنيه عشان أعرف أصور المبنى ده صورة عدلة، فقلت مش مشكلة فوتوشوب بيساعدنا. وهي دي بقى الصورة بتاعت راديو، كارثة. أنا معرفش إزاي في الآخر اتعدلت كده هو، يعني لو تشوفوا الصورة دي لما اتظبطت بقيت الحاجات عاملة كده هو، بس الحاجة الوحيدة المظبوطة هي المبنى. بس كان بالنسبة لي ما ينفعش المبنى ده يكون موجود وما صوروش، هو رهيب، فأنا هصور أي حاجة ولو طلعت طلعت. فهي طلعت يعني بشوية تحيلات في الآخر عرفت أظبطها يعني. وبعدين بقى نتكلم عن البروجكت اللي بجيب سيرته من الاول، ده كده ماي فيفورت لونج تايم بروجكت وهفضل ان شاء الله اشتغل عليه بقيه حياتي كلها. ده انا بداته من 5 سنين في 2017. هو عباره عن مجموعه تركيبات، انا هسميها تركيبات لان انا مش عارفه اسميها ايه. لما انا كنت في الجامعه برضو كنت في مره كده زهقانه من الحياه وطلعت اتمشى في الشارع وبكلم مامتي في التليفون وبقول لها تصدقي انا شفت بيت حلو قوي في هليوبلس نفسي اصوره بس مش عارفه بعد ما اصوره هعمل بيه ايه، يعني هو حلو قوي وبعدين مش عارف يعني، قلت لها بصي انا هصوره وخلاص يعني يمكن اعرف اعمل بيه حاجه. وبعد كده ببص وانا بكلمها في التليفون لقيت بيت تاني شكله حلو وبيت تالت شكله حلو، فقلت الصور دي انا لو صورتها لوحدها هتبقى صور ضعيفه جدا، يعني صوره بيت ماشي وبعدين، بس هي مش هتبقى ضعيفه لو انا وريت للناس انا ايه اللي عاجبني فيها، طب هعمل ده ازاي؟ فهنا بقى جاءت الفكره، وهو ان انا قررت ان انا هبتدي انزل منطقه منطقه اصور اعمل مسح شامل لكل حاجه فيها، البيوت، الاوتيلات، المطاعم، اي مبنى هصوره اللي هعرف اصوره يعني هصوره. وبعدين ابتدي بقى اعمل قصقصه، اشوف مثلا البيت ده انا صورته عشان عاجبني البلكونه، البيت ده صورته عشان عاجبني التندة، البيت ده علشان الباب، وابتدي اقص الباب والبلكونه والتندة وابتدي اركبهم. وقررت ان انا لكل منطقه هعمل 3 بروتوتايبس، والبروتوتايب الواحد هخليه از ماتش از بوسيبل بيحتوي على الاركتكتشر الغالبه في المنطقه دي. فبالتالي بدات انا نفسي اكتشف ازاي ممكن منطقه واحده يكون فيها كميه الاختلافات دي، بيت احمر جنبه بيت ازرق جنبه بيت مودرن جدا جنبه بيت بيتهالك، وحسيت هو ده الحاجه اللي ممكن اكون عايزه اقضي بيت حياتي كلها فيها اصورها. فبدات في الاول خالص بالمقطم لان انا من سكان المقطم الاوفياء، وعشان انا عارفه قد ايه المقطم فيه حاجات يعني هيدن جيمز فعلا، بيوت قصور اتبنت زمان والناس بعد كده سابتها مش عارفه ازاي بيسيبوها، كميه بيوت مرعبه يعني بطول الكورنيش بتاع المقطم كله قصور رائعه متسابه. وبعد كده فجاه بنبتدي نخش في عشوائيات، فجاه بنبتدي نخش في الزلزال، انا مش عارفه حد عارف القصه دي ولا لا، بعد زلزال 92 المقطم بقى في اخره عملوا منطقه عشان الناس بتوع الدرب الاحمر وبنوا منطقه الزلزال وهي منطقه عشوائيه. فازاي فجاه ابقى شايفه قصر قصر قصر، فجاه الاقي حواوشي الفلاح الكبده اللي مش عارف ايه وتكاتك، وانا ده بقى بالنسبه لي رائع، يعني ازاي دول ساكنين جنب دول ودول عايشين جنب دول وعادي يعني. وبعد كده لقيت ان ده مش المقطم لوحده، ده كل حاجه كده، طب انا هنزل بقى هصور ده وهصور ده وهصور ده وهحطهم لكم في بيت واحد، فتبقى انت وجارك 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 محطوطين في حاجه واحده شكلها مش مفهوم، هو ده ايه؟ هو ده فين؟ فده كان اول بروتوتايب للمقطم. تاني بروتوتايب الجزء اللي تحت ده في الزلزال، الجزء اللي فوق ميكست بقى حاجات مختلفه في كل حته، حاجات اندر كونستراكشن، حاجات فولي كونستراكتد، حاجات تهدمت، حاجات مهجوره. هو ده بالنسبه لي انا لما بتمشى في المقطم، انا غالبا ماي سب كونشس كونسيومز كل الحاجات دي، بس هو انا محتاجه ان انا كاني كده بطلعهم واحطهم قدامي والزقهم مع بعض. وبعدين بدات
قررت اروح مدينه نصر. هي مش مقطم، دي غلط، مدينه نصر. ومدينه نصر قضت عليا، هي اللي جابت لي بقى اكتئاب، خلاني اسيب البروجكت ده خالص لمده سنه واشتغل على الحاجات الملونه بقى الجميله. هو ده اللي بالظبط جاب اجلي. مدينه نصر كانت صعبه جدا جدا، لانه البيوت كلها شبه بعض، مرعبه، كل حاجه طويله، كل حاجه بني، كل حاجه فيها تكييفات، كل حاجه بانرز كتير جدا. ما في يعني ما فيش اللي انا كنت شفته في مقطم ده خالص، هنا قصر، هنا عشوائيه، هنا يعني كان في ده، انما مدينه نصر مونوتونيك بشكل فظيع. فقلت طيب يعني انا هصورها، وقعدت 3 ايام بنزل كل يوم من الصبح لغايه المغرب. ده كان في رمضان، انا البروجكت ده كله بالكامل اتصور في رمضان، كل سنه رمضان 2017 رمضان 2018 وهكذا، لانه رمضان هو اسهل وقت للتصوير. الناس الصبح مأنتخة قاعدة في بيوتها، محدش هيزعق لي ويقول لي انت بتصوري ايه، وحتى لو شافني هيكسل يزعق لي، فهقدر ان انا اصور زي ما انا عايزه، والشوارع فاضيه لان الناس بتخلص وبتروح. ف يعني رمضان رائع في التصوير. فنزلت صورت مدينه نصر، وقررت قلت طيب طالما مدينه نصر طويله قوي كده اهو، طب ما اعمل البروتوتايبس كمان بتاعتها تبقى طويله. وبالتالي قررت ابتدي احترم اسبيكت جديد، وهو الثري بروتوتايبس اللي بيطلعوا هما مش بس محتاجين يكونوا بيعبروا عن اركيتكتشر المنطقه، على قد كمان ما على السكاي لاين بتاع المنطقه. يعني مقطم اغلب الحاجات هتبقى ايه، 4 ادوار 3 ادوار، انما مدينه نصر 11 دور 13 دور. فقررت ان حتى الكومبوزيشن بتاعتها هتبقى طويله قوي. ومدينه نصر يعني ده ممكن يكون مثلا متكون من 25 بيت او يعني من 25 كومبوننت، كتير جدا. الشيء الواحد بياخد ما هو تاور بقى، كل حاجه بقى ممكن تتخيلوها. وبعدين الحمد لله خلصت مدينه نصر وخلصت الاكتئاب، وبدات اخش على هليوبلس بقى. وهليوبلس البيت الازرق ده هو ده بالظبط البيت اللي جاب لي لحظه انا لازم اصوره واعمل بيه حاجه. هو ده كان بقى اللي ايه فجر الشراره كلها. هليوبلس بقى كانت رائعه، لانه مبدئيا كان في شجر، وده كان اسبيكت جديد بدا يعني الله يرحمه يعني، بس كان في شجر، ودي كانت حاجه ما شفتهاش في مقطم وما شفتهاش في مدينه نصر. فبدات احس انه في اسبيكت جديد ظهر، وده هيبقى لذيذ جدا في الكومبوزيشنز. فهو الشجر اللي انا مصوره ده على قد ما هو كان بقى بيرخم عليا في التصوير، لان انا مثلا ابقى شايفه بيت رائع تحفه تحفه، اجي اصوره الاقي الشجره داخله اسماه بالنص، مش عارفه اصوره، اقف تحتيه، اقف جنبه، اقول طب انا لازم اقف عند جرين واسالهم ينفع اصور البيت اللي قدامكم، فمستحيل. فقلت خلاص انا مش هحاول اغير اي شيء، انا هصور الحاجه كما هي وهحاول بعد كده اوظفها. فاغلب الشجر اللي انا حطاه هنا اهو، هو انا حطاه عشان اخبي على مشاكل في القص، بس هو يعني اتوظف صح، هي كده. وبعدين بقى اللذيذ جدا في البروجكت ده، ان انا بعد ما نزلته على السوشيال ميديا بدات الاقي ناس بيتاجوا بعض، يقول لك ايه ده، الحقي ده بيت جدتك، ايه ده، ده بيت مش عارف مين. فبدا الموضوع ياخد اسبيكت تاني خالص، اللي هو اسبيكت فيري بيرسونال، ان الناس بدات تبقى عايزه تشتريه عشان البيت اللي فوق ده مثلا، ده بيت جده واحده اعرفها بالصدفه، هي شافت الصوره فقالت لي الحقي ده بيت جدتي، ده انا عندي ذكريات، ده انا كنت بلعب في البلكونه دي وانا صغيره، ده انا مش عارف ايه. فبدا الموضوع يخش ان الناس بدات تدور، طب يا ترى هلاقي بيتي هنا اهو ولا لا. فالموضوع بدا كل ما ده احس ان هو بيخش في لايرز اعمق بكتير قوي من مجرد ان هو دوكيومنتنج، هو حاجه ليها وزن اكتر من كده. دي تالت واحده في اليوبلس. وبرده في الكومبوزيشنز دي كنت بحاول ان انا يعني ما اخليش يعني مثلا سي حاجه زي هليوبلس هي فيها اختلافات، فما بحاولش ان انا البروتوتايب الواحد يكون فيه من نفس الاركيتكتشر كتير. يعني مثلا هنا اهو في حاجات لو تلاحظوا تحت، هي حاجات اللي هي من الكربه اللي هي قرشات وبتاع وحاجه يعني ايه ستايل غير خالص مثلا بتاع فايكنج ده اللي هو اتهد غالبا برضو للاسف، بس حاجه فيري مودرن وشباك مدور ومش عارف ايه، وفوق حاجات من الستينات يعني. فبحاول ان انا اكومباين از ماتش از ديفرنت اركيتكتشرال تايبس possible في الكومبوزيشن الواحد، علشان هي انا يعني في المعادي بقى تفهموا انه مثلا المعادي انا لما نزلتها المعادي نسبيا المنطقه بتاعت سرايات المعادي مثلا اغلب الحاجات هناك هي نفس الفتره نفس الروح، فانا نفسي وانا بتمشى ببقى عيني خلاص اخذت على مود معين، على عكس هليوبلس خالص مثلا انه بلاقي من ده وبلاقي من ده والجديد والقديم. فحاولت ان انا الاسنس بتاعت الحي نفسه
ابينها في البروتوتايب الواحد، مش هحط الحاجات اللي شبه بعضها جنب بعضها الا لو انا لما فعلا بمشي في الحي ده بحس ان الحاجات اللي شبه بعضها هي جنب بعضها. مش هحاول اخليه جميل لمجرد انه، لان دي كانت تشالنج في النص، ان انا ممكن احط حاجتين جنب بعض يبقوا حلوين قوي، بس هي ممكن اكتشف ان انا حاطه مثلا نفس البيت مرتين بزوايا مختلفه، فكده الاقي نفسي ايه، نيلي فوقي، احنا مش بنعمل حاجه حلوه، احنا بنعمل حاجه دلوقتي علشان تكون بالدوكيمنت البروسيس او الحاجات المختلفه. فدي برده كانت ستراجل، انه ما بين ان انا كل شويه ببتدي اركز في الفيجوال الحلو، وما بين ان انا عايزه افكر نفسي كل شويه ان انا مش الهدف من البروجكت ده هو انشاء فيجوال حلو على قد ما هو فيجوال صادق بيعبر فعلا عن مختلف الاماكن اللي موجوده. فده مثلا المعادي. المعادي هي بالنسبه لي من اكتر، يعني لما كنتش من سكان المقطم كان نفسي اسكن في المعادي، لان هي حاجه كده يعني خياليه. ودي بقى مش شجر، ده كل حاجة بقى احنا ممكن نتخيلها، شجر وفلل وحاجات ألوان جميلة وحاجات لايقة على بعضها. يعني حتى وانا بصور مش هنسى اللحظة دي، كنت بصور وبرده كالعادة مستخبية في العربية، ولقيت ناس راحوا وقفوا وبصولي، فانا مستعدة ان انا دلوقتي هتهزق او حد يقول لي بتعملي ايه هنا، لقيتهم يقول لي الله وسعوا لها وسعوا لها يا جماعة تصور. فحتى طبيعة الناس هناك يعني حاجة تانية خالص. مدينة نصر وأنا بصور فجأة لقيت ضابط وقفني بالعربية، بتعملي إيه؟ كارنيه الجامعة والله العظيم أنا طالبة ومش لا 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 فين اقفل اقفل. فأصلاً نوعية الناس نفسها وتقبلها للي أنا بعمله كل ده كان بيطلع بقى في الآخر في البروتوتايب نفسه، كل هذه الإكسبيرينس بتطلع. فالبروجكت ده مثلاً بالنسبة لي بتاع المعادي بحبه قوي، لأن هو أكتر حاجة كانت مريحة، جو حلو، الناس حلوة، البيوت حلوة، كل حاجة حلوة، فلازم الصور تطلع حلوة يعني. وبعدين البيت البروتوتايب ده بعد ما صورته اكتشفت ان البيت اللي تحت ده بيت قرايبنا وانا ما كنتش واخدة بالي، وبصور وعجبني قوي وبتاع، وبعد كده ببعت لحد يقول لي نيلي ده بيتنا. فاكتشفت البيت ده رحت ودخلت وقعدت فيه، بس من كتر ما انا ببقى وانا بصور دماغي في حته ثانيه خالص، اللي هو انا ماشيه بصور كل حاجه بصور كل حاجه، فانا ممكن اكتشف ان صورت بيتنا وانا مش واخده بالي. يعني هو بيظهر بعد كده بقى اثناء التركيب، انا بكتشف ان انا غالبا انا ممكن اكون صورت البيت ده لان انا من كتر ما شفته قبل كده وعجبني وحبيته هو دخل في السب كونشس وطلع هنا، وانا مش مدركه تماما ان ده البيت ده انا دخلته قبل كده. فالبروسيس نفسها بتاعه البروجكت ده كل مره بتخليني احس بحاجات ثانيه خالص. دي برضو المعادي، وده برضو لقيت حد عامل تاج لحد ما اعرفوش بيقول له الحق مش ده البيت اللي انت كنت مساكن فيه، فلقيت الشخص بعت لي وقال لي ايه ده الله ده انا كنت ساكن في، يعني كونفرسيشنز بتنشا. الله هيشتغل. طيب على بال ما يشتغل، ففي فكره انه انا دلوقتي انا بخاطب الذاكره البصريه بتاعه الناس اللي كانوا عايشين في المنطقه دي. وبعدين لما كمان بقى بدات احط البروجكت ده، بدا الناس اللي ساكنين في المنطقه نفسهم يسالوني. جهاز فصل؟ اه ماشي غلطتي انا معلش ثواني. بس وبعدين بقى دخلت على وسط البلد اللي هي كانت بالنسبه لي اكبر ستراجل، لان انا كنت مش عارفه، يعني انا عارفه اني لازم اصور وسط البلد، ما ينفعش اكون مصوره كل المناطق دي ومش مصوره وسط البلد، بس انا مرعوبه اصور وسط البلد لان وسط البلد اتهرت، ما فيش حد جه ما صورهاش. فكنت خايفه قوي انه البروجكت ده كان يونيك، كان حاجه كده ما حدش شافها قبل كده، خفت قوي اجي اعمل وسط البلد يبوظ ويبقى مكرر او يبقى كليشيه.
فقعدت بقى مرعوبة وقلت أنا مش هصور وسط البلد خلاص، لغاية ما لقيت حد بيكلمني بالصدفة نيلي احنا عايزين نعمل كذا كذا وينفع. كنت وقتها بدأت أنزل الحاجات بتاعت كورونا لما قررت أن أنا هريفيل البروجكت ده، وكان في حد قال لي احنا عايزين ننزل نعمل يوم في وسط البلد تصوير ومعانا تصاريح. فقلت دي علامة، تصاريح وسط البلد اني هعرف اصور براحتي يعني من غير عربية، فده اول واحد بقى يصور من غير عربية، ده كان complete freedom بقى. وبدأت اقول لا، ما هو طالما حد قال لي احنا جايبين لك تصريح تتمشي في وسط البلد وتصوري براحتك، فانا ما ينفعش افوت فرصة زي دي. فنزلت فعلا وبدأنا بقى نخش سطوح من مرة تحت مرة، نخش عمارات الادوار اللي احنا عايزينها. فبدات اعرف اصلا اجيب زوايا ما كنتش بعرف اجيبها خالص من العربيه، ما في الاول وفي الاخر العربيه مقيده جدا، انا واقفه تحت العماره بصور كده اهو، واقعد بعد كده يطلع عيني بقى في ان انا اعرف اظبط الصور، بس دي الزاويه زي ما بتتصور زي ما بتتقص وبتتركب. وبعدين بدات انا نفسي اكتشف حاجات في وسط البلد انا ما كنتش واخده بالي منها قبل كده، لان انا بقى عندي اكسسبيليتي على حمايات ما كنتش بعرف اشوفها وانا ماشيه بالعربيه او انا ماشيه على رجلي. فبدات بقى الاحظ حاجات حلوه وقلت خلاص هنعمل وسط البلد، بس برضو كان جوايا حته انه انا مش هينفع اصور بس البيوت المعروفه او المباني المعروفه في وسط البلد، لازم اصور حاجه تانية. فده كان حاجه من الحاجات التانية، مثلا الاولاني ده فيه الريتس وفيه كل المباني الايكونيك جدا، وده بقى جراج العتبه على مش عارف ايه وديفرنت اركيتكتشرال ستايل تماما. فده موجود في وسط البلد وده موجود في وسط البلد وده موجود في وسط البلد، حاجات كلها مختلفة تماما عن بعض. اللي فوق ده سينما راديو اللي انا كنت مصوره. فبدأت throughout الجيرني بتاعت الكارنفال اكتشف اصلا حبي لمناطق عمري في حياتي ممكن اتخيل ان انا بحبها. فبعد الخمسة دول صورت المانيال، الدقي، الهرم، المهندسين، لسه بقى دول اللي هيتعمل لهم ريفيل ان شاء الله بقى لما اخلص البروجكت ده. بس بدات اكتشف انه بسبب البروجكت ده انا بدات اكتشف مناطق في القاهره ولا عمري كنت سمعت عنها ولا عمري تخيلت انها فيها حاجات حلوه. يعني مثلا كانت مفاجاتي في المانيال، المانيال كله بيقول المانيال كان جميل زمان وباظ ومش عارف ايه، وانا اخر مره رحت المانيال كنت عيله في المدرسه. لما نزلت وخدت العربيه بدات الف في المانيال لقيت شويه حاجات، بيوت خطيره وحاجات رائعه وحاجات قديمه وحاجات جديده وحاجات قديمه وشكلها مهدوم خالص ومسكونه وناس عايشه فيها فكان في حاجات كده اهو خلتني ابتدي ارتبط بالقاهره تاني من اول وجديد، بعد ما كنت اي لوست انترست بشكل كبير جدا في تصوير القاهره من كتر ما انا كنت قاعده صورتها كتير. خلاص بقى صورنا هنا وصورنا هنا ونزلنا هنا خلاص ما بقاش عندي حاجه جديده. وساعتها لما كنت خدت قرار ان انا هبتدي اصور في المحافظات وهبعد عن القاهره خالص، البروجكت ده رجعني تاني للقاهره، لان انا بدات اشوف حاجات واصور حاجات مش العادي ان شخص هينزل يصورها، لان هي مش هيطلع منها حاجه لوحدها. وحسيت ان هو ده قيمته كمان التاريخيه مهمه جدا لما حصل اللي حصل في هليوبلس. فبدات اكتشف ان في بيوت من اللي انا صورتها هي عمري ما هعرف اجيب الزاويه دي تاني، لان بقى فوقيها كوبري او الشجره اللي قدامها دي راحت فبدات ادرك في نص الطريق انه البروجكت ده اهميته مش في الثلاث صور بس اللي بيطلعوا، هو اهميته في الالف صوره التانيين اللي متخزنين عندي اللي هم اصبحوا جزء منهم دلوقتي من التاريخ، لان هو مش هيتشاف تاني بالمنظر ده. ما حدش يعرف هليوبلس صورتها في 2018، هليوبلس في 2021 شيء تاني خالص، مين هيعرف هليوبلس وقتها كانت عامله ازاي؟ فبدات من بعد ما كنت بنزل اصور الحاجات اللي عجباني بس شويه وافكس الحاجات اللي ممكن تكون مش عجباني، بدات انزل اصور كل حاجه، لان عارفه ان كل صوره انا بصورها دلوقتي ممكن تتحول الى تاريخ كمان ست شهور، وده حصل بالفعل. كذا صوره وكذا بيت من اللي انا صورتهم اتهدوا او اتبنى فوقيهم حاجات او ما بقوش موجودين. فده خلاني اخد قرار انه البروجكت ده هيبقى مش بس الثلاث صور اللي بيطلعوا منه، هو انا لازم اعمل كتاب، والكتاب ده لازم يتحط فيه الالف صوره التانيين اللي محدش شافهم، ولازم يتكتب حاجه محترمه عن تاريخ المنطقه دي وليه المنطقه دي بقى فيها كل الحاجات دي. وبالتالي اجيب حد مثلا من الناس المؤرخين اتكلموا عن هليوبلس ويقول لك هو ليه هليوبلس فيها ده وفيها ده وفيها ده، هو مين جه عايش هنا، هو مين سكن هنا، هي ازاي تحولت. وقررت ان انا هنزل اصور هليوبلس تاني بعد ما الكباري اتبنت علشان الناس تعرف البيفور وافتر، لانه الموضوع تحول مش من انا بعمل فيجوال لذيذ انا بعمل بروجكت كده دمه خفيف الى ان هو تحول الى شيء، لا ده شيء مهم، ده شيء لازم يكون موجود،
انا نفسي لما بدات اصور بدات ادور كان في بروجكت عايز اعمله بيزد على صور اركايفل كنت عايزه الاقيها لبيوت اتبنت في فتره معينه في مناطق مختلفه ولقيت ان ما حدش كان مصور الحاجات دي او عشان اعرف الاقيها رحت الاي يو سي رير بوكس مش عارف ايه وافتح حاجه وامسكها بالجوانتي حاجه يعني عشان اعرف اوصل لها صعوبه شديده جدا فحسيت انا عليا دور كده اهو زي ما انا دلوقتي بحاول ادور على صور للقاهره في فتره معينه ومش عارفه الاقيها بسهوله فانا اصبحت عليا دور ان انا احاول اوفر الصور دي بسهوله وبالتالي انا لازم اصور الحاجات دي كلها عجباني مش عجباني هي لازم تتصور قبل الكوبري بعد الكوبري قبل ما تتهد بعد ما تتهد علشان ده اصبح بروجكت يعني تاريخي او تاريخي بمعنى اصح ف باختصار لما عديت على البروسيس دي كلها ورجعت اقول يا ترى هو اللي انا بعمله ده ايه ولقيت ان هو حاجات كتير قوي هو 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 مش فوتو مونتاج هو مش فوتو مانيبيليشن هو شيء بيتعمل لاسباب كتير جدا وممكن يتحط في 20,000 قالب ولما دخلت اقرا الديفينيشن بتاعه الست حاجات اللي حطيتها في الاول لقيت ان الست ليهم نفس المعنى او الست بيستخدموا نفس الحاجه يقول لك مش عارف بتجيب حاجتين او اكتر من حاجتين وتركبهم على بعض ست كلمات مختلفه كلهم نفس الديفينيشن على ويكيبيديا طب ما انتوا بتهزروا بقى يا جماعه يعني طب ما طز بقى طز في كل ده لانه اللي بيتعمل بالنسبه لي هو شيء اسمى من كل ده بس ميرسي ميرسي شكرا في حد عنده اي اسئله او استفسارات اوكي ماشي اوكي ماشي دي عارفاها ها انا وانا بصور مدينه نصر فوجئت ان في عربيه محطوطه في دور اول على واجهه معرفش ده اجانس ولا كان فدي كانت بالنسبه لي مغسله عربيات كارثه فكان في حاجات فعلا فقلت انا هحطها في الدور الخامس بقى يعني طالما انا اتخضيت ان هي في الدور الاول احنا نعلى بقى بيها جدا مين تاني ماشي خلاص كده مفيش حاجه في حد كان قال لي اونلاين ماشي احنا كده خلصنا في الوقت ودي حاجه هايله فميرسي يا جماعه جدا انكم سمعتوني وشكرا